الأمثلة اللي هتوضح لنا لكل اللي فات هي أمثلة على خرائط التدفق. أول مثال، ارسم خريطة التدفق لتبين ما هي الخطوات التي ستقوم بها لجمع رقمين وطباعة الناتج. ده خريطة التدفق بسيطة جدا، احنا هنعملها بالتفصيل الجامد جدا. أول حاجة ستارت، رمز الستارت اللي قلنا عليه البداية، وسهم خارج منه. المفروض أنا عندي رقمين، هفترض إن الرقم الأولاني A والرقم التاني B، وهدخلهم للكمبيوتر وأحطهم في رمز الإدخال ده. بعد كده عايز اجمعهم، يبقى لازم اعمل المستطيل بتاعي. بس قبل ما اعمل المستطيل بتاعي، مجرد السطر ده معناه ايه؟ معناه ان الكمبيوتر هيفتح مخزن او متغير في الذاكره زي الصندوق اللي انا رسمه ده او المكعب، ويحط فيه مكان اسمه ايه؟ فاضي. برنامج معناه كده، عشان هخزن فيه قيمه ايه؟ بعدين مكان تاني في الذاكره اسمه بي، لان كل حاجه هندخلها للكمبيوتر لازم تتخزن في الذاكره. فاول رقم هيتخزن في المتغير اللي اسمه ايه؟ تاني حاجة هتتخزن في المتغير اللي اسمه بي. بعد كده هنحسب بقى، عايزين نحسب. مجرد ما نقول له سي بتساوي ايه زائد بي، لان انا عايز اجمع رقمين اللي هم ايه وبي، هياخد ايه وبي ويحطهم جوه سي، هنمثلها كده. يحصل صندوق تاني في الذاكرة اسمه سي، يتفتح ويخزن اللي جوه ايه، يخش اللي جوه ايه، قيمة ايه تخش جواه وقيمة بي تخش جواه، فأصبح سي بتساوي ايه زائد بي زي ما مكتوب ده الرسم بتاعها في الذاكرة. بعد كده عايز اطبع النتيجة بتاعتي، رمز بردك نفس الرمز بتاع الادخال، هو نفسه رمز البرنت او الاوتبوت. ممكن نكتب هنا انبوت بدل ريد، ممكن هنا نكتب برنت. ده مجرد تخطيط. وبعد كده رمز النهايه نفس زي رمز الستارت اسمه اند. ده الشكل بتاعي للمخطط بتاعي، اول مخطط عندنا. لازم يتفهم ان انا عملت ستارت، قريت، حسبت، طبعت. اي برنامج في الدنيا، اي برنامج، معظم البرامج كده يعني، فيها مدخلات بناء عليها بحسب، وبعد كده مخرجات. يعني هنا انبوت، عمليات ممكن تكون كتير جدا، بعد كده اوتبوت. طب ده مخطط، احنا لسه ما عرفناش المخطط ده نقدر نكتب له برنامج بالفيجوال بيزك. ظريف جدا، هو هيسهل لي. يعني في اوامر مقابله للكلام ده هناخدها، هنشتغلها بالفيجوال بيزك، وانا هحاول اعمل مثال معاكم جاي قريب على حاجه بسيطه زي دي عشان نفهم قبل ما ناخد تفاصيل اللغه. طب لو انا عايز اراجع المخطط بتاعي، معناها ان انا بعمل له تريس، فبعمل له ران في خيالي كده مع نفسي. هفترض ان انا لما اعمل له ران هيسالني، طالما في ريد يعني عايز يعرف ايه وبي، بدخلهم له من لوحه المفاتيح 5 و8 وادوس انتر بلوحه المفاتيح، او اضغط على الزرار انتر، فهيعمل ايه؟ هيدخل الخمسه جوه ايه؟ وهيدخل الثمانيه جوه بي بالترتيب زي ما دخلت له كده. وبعد كده هينزل هو بقى، هنا مش هيسألنا، هيحسب بقى عنده معروف ايه بكام بخمسة وبي بكام بتمانية. هيجي هنا عارف بقى يوم واحد الخمسة زائد التمانية، ياخد الطرف اليمين ده يحسبه الأول ويطلع رقم واحد اللي هو 13 خمسة وتمانية، ويخزنهم جوه السي، وهتكون النتيجة إن السي هتبقى 13. هيجي عند السطر اللي عايز يطبع، أقول له اطبع، اطبع لي بقى على الشاشة أو على الورق أو على أي حاجة من وحدات الإخراج قيمة السي، فالمفروض تطلع 13، يعني النتيجة بتاعتي هتبقى 13 كده.